يعني وصفة رائعة، دجاج محمر أو معمر وسهل التحضير، قدم مع خضر يعني حسب المتوفر. طريقة جد سهلة، يعني شيء رائع جدا. أتمنى من الله أن يعجبكم، ولذلك بقاو معنا باش نشوفوا طريقة تحضير باش درنا هذا الدجاج. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في مطبخ الشيف مجيد. كما ما قلت لكم اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير هذا الدجاج أو الدجاج المحمر معمر بالشعرية الصينية. إذا ما تزابيوش وغادي نتلاقاو إن شاء الله مع المقادير وطريقة التحضير. حاجة غادي نحتاجو الدجاجة اللي كنا نطفناه من قبل بعصير الحامض أو الملح، وحيدنا كاع الشوائب ديالها والدهون اللي كانوا فيها. غادي نحتاجو القزبور ومعدنوس، كنا فرمناهم يعني تقريبا نصف ربطة مجموعة ما بين القزبور والمعدنوس، أو الشرمولة غنحتاجو ليها ثومة، ورقة اللورة أو ورق الغار، قرفة، الملحة حسب الذوق، سكينجبير ملعقة ونصف، نصف ملعقة من البزار أو حسب الذوق دائما كي كنقول، القزبور زرعة القزبور مدقوقة ومغربلة، ملعقة ونصف من الخرقوم. غنحتاجو الزعفران، غادي نديروه في الماء ونخليه يطلق به باش غادي يعطينا اللون ديال والمذاق كذلك ديال الدجاج. بطبيعة الحال زيت الزيتون. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو فيها تقريبا الدجاجة ديال كيلو وربعمية، من بعد تنظيف ديالها ومن بعد أننا حيدنا لها كل شيء تعطينا العبار ديال كيلو وربعمية. هاد الحشوة كي قلت غادي نحتاجو ليها الزيتون، نحتاجو ليها الشامبينيون تقريبا الزيتون هنايا ثلاث ملاعق كبار مقطعين على شكل دوائر كما كنشوفوا، القنصة تقريبا 50 غرام مقطعة صغار، الكبدة نفس الشيء غير الكبدة هنا سلقتها باش ما تبقاش عند هذاك اللون اللي تقدر تخسر لينا لاصوص. حاجة أخرى هنايا بالنسبة للشعرية الصينية تقريبا 50 غرام كذلك سلقناها، ماشي سلقناها عفوا، كبينا عليها الماء سخون وخلينا ارتاحت، من بعد قطعناها بالمقص يعني عطينا حجم صغير ديالها. بالنسبة للبصل احنا هنا قطعناه صغير، نقدروا نديروه يعني محكوك او نحتفظوا به هكا على الشكل فقط باش يجينا سهل تعطينا ديك التغميرة اللي تكون تقريبا رطبة ما فيهاش دوك الحبيبات نتاع البصلة باينين كبار. بالنسبة للقزبور كي قلت راه غنخدمو منه شوية لاصوص شوية الشرمولة، وهنايا غنحتاجو نصف ملعقة صغيرة ديال السمن الحار، نص منها غنخدمو به الشرمولة ونص تاني نخدمو به لاصوص. بطبيعة الحال نصير هنايا يعني الحامض المرقد ربع حامضة اللي جبنا لهاد الوصفة هادي. بطبيعة الحال استعملنا كذلك حتى اللب ديالها. إذن على بركة الله غادي نبداو بالشرمولة. هنا كي قلنا ملعقة ونصف من الزنجبيل كما كتشوفوا هنايا، وغنخليو شوية باش نخدمو لاصوص وحتى الحشوة. كذلك هنا نستعملو نصف ملعقة صغيرة البزار، الملح حسب الذوق، ونراعيو باننا غسلنا الدجاجه بالملحه باش ما تكثرش، ما يكونش عندنا الملحه قويه في الطعم وتخسر لنا المذاق، لان الصوص كتختار وكتدوبل الكونسونطراسيون تاع المذاق تاع الملحه. هنايا غنحتاجو الخرقوم دائما ملعقه ونصف، ونصف ملعقه من زريعه القزبور كما كنقول اللي غرب لنا وطحناها من قبل. هنا ثوما غنستعملو نصف الكمية ونخليو لاصوص، غنحطو مع هاد الشرمولة ورقة اللورة، ونضيفو الربع قزبور المعدنوس اللي صوبنا من قبل،
ونخليو شويه لاصوص. هنا غادي نضيفو قليل من الزعفران اللي درناه في الماء. انا ما استعملتش الملون الاصطناعي في هذا الشرموله او في هذه الوصفه. هناك يعني عشوب اخرى اللي تقدر تعطينا اللون للدجاج. كما شوفوا هنايا غنحركوها باش تعطينا يعني تنسجم جميع العناصر. نضيفوا القليل من المصير، غير هي حاجه ما خصناش نضيفوا الزيت لهاد الشرموله باش الدجاج يشرب لينا الشرموله، لان درنا الزيت ما غاديش الدجاج يشرب الشرموله ويبقى ديك لاصوص فقط، يعني ديك الشرموله فقط على الفوق نتاع الدجاج. نحركوها مزيان. كنعتذر هنا ان الصوت ما عرفتش شنو وقع حتى مشى ليا من الفيديو، اعتذر منكم مره اخرى. بعد ما تنسجم هاد العناصر غادي نبداو ونشرملو الدجاج. هنايا دائما الشرمله ديال الدجاج نحاولو تكون يعني تدخل الوسط ديال الدجاج، غنديروها بين الجلد وغادي نديروها حتى الخارج ديال الدجاج، ولكن نراعيو اننا خاصها تكون الداخل ديال الدجاجه باش تعطينا يعني المذاق واللحم ديال الدجاج انه يشرب المذاق ديال الشرموله. اوكي قلت خاصها الشرموله تبقى على الاقل في هذا الدجاج لمده ليله كامله، ولا كنا غادي نديروها في المساء مثلا نحاولوا نرقدوا هذا الدجاج في الصبح. وديما كنقول لكم دائما الدجاج الا شريناه ما نحاولوش نطيبوه في اليوم فاش تذبح، يعني الا درنا هكاك راه كيكون الدجاج يعني قاسح ما كيكونش رطب، واخا ما عاد اش نديروا لهذا الدجاج. اذا السر في هذا الدجاج باش كيجينا رطب، ديما الدجاج بغينا نستعملوه واحد النهار نشريوه او نذبحوه ليله قبل عاد نخدموه لليوم الموالي. هنا الشرموله كي كتشوفوا درناها كاع من بالجلد ودرناها للداخل برا، وبطبيعه الحال ما درناش الزيت. وهنا غادي نتقبوا بهذا الكيردون، نتقبوا اللحم ما نتقبوش القشره. الا تقبلنا القشره غادي تجينا بحال شكل تغربل وغادي يعني سهله انها تقطع، وغادي نفقدوا ديك الحاجه اللي كنحصلوا على الدجاج انه يكون مقرمش من بعد ما كيتحمر، يعني غادي نخرجوا على هاد الدجاج. كي قلت دائما غنتقبوا هاد اللحم من برا، وما الا ما قدرناش ما كاين حتى مشكل، نخليوه الشرموله عادي مع هاد الدجاج هكا. هنا كما كتشوفوا الشرموله يعني دخلت عند الدجاج. هنا الطريقه من بعد ما غادي نعمروا هاد الدجاجه غادي نحاولوا نجمعوا هاد الجلد، لذلك نحاولوا نحتفظوا عليه ما نقطعوش او يتقطع لينا، نحاولوا نحتفظوا واحد لافاصاد تكون مقاده عنده، يعني على اليمين واليسار ديالو يكون مقاد، باش منين نبي نعمروها غادي نحاولوا نسدوها بالكيردون. كاين اللي كيسدها حتى بالخيط والابره، ما كاين حتى مشكل، فقط الابره تكون معقمه وخيط ما يكونش فيه اللون، يعني يكون خيط ابيض ديال القطن عادي يعني صحي ما كاين حتى شي مشكل، فقط نحيدوه منين نكونوا يعني بنقدموا هذا الدجاجه ما نسواش. هنا خصنا نغطيو الدجاجه اللي شرمنا ونحتفظوا بها تقريبا في الثلاجه، وتغطى بهذا البلاستيك الغذائي باش المذاق او الطعم ديال الدجاجه ما يخرجش لناش المواد الاخرى اللي عندنا في الثلاجه، يكون الطعم كي نقولوا نخسروا المواد الاخرى اللي كاينين في الثلاجه. مره اخرى كنعتذر منكم لان الصوت مشى ليا في الفيديو. هنا غادي نحاولوا نصاوبوا الحشوه. اول حاجه غادي نديروا مقلاة سخون ونديروا لها شويه زيت الزيتون، من بعد ما يسخن اول حاجه غنبداوها هي هاد القنصه اللي قطعناها صغير، قطعناها صغير هنايا نخدموا بها
نحاولوا نقليوها هنايا حتى تاخذ شويه اللون وتطاب شويه. كما ما كتشوفوا هنايا يعني هذه الوصفه جد سهله ورائعه بمعنى الكلمه. العطريه ما نحاولوش نديروها دابا حتى نقربوا يعني توجد لنا هذه الحشوه، عاد نحاولوا نديروا العطريه، لان درنا العطريه من الاول دائما راه كتحرق لينا، خاصه في الطبخ المغربي ما كيبغيش العطور يكونوا يعني مقليين في الزيت او محروقين بحال هكا كنقولوا، عكس هذا المطبخ الهندي. اذا هنا من بعد ما قلينا هذه القنصه غنضيفوا هاد الشامبينيون او الفكاع كي كنقولوا مقطع على هاد الشكل هذا. علاش درناهم بجوج في هاد اللحظه؟ لان الشامبينيون كيطلب حتى هو وقت شويه، لكن باش نسهلوا هاد الماموريه دائما بالنسبه للشامبينيون اللي بغينا دغيا انه يطلق لو جو ديالو كنحاولوا نضيفوا ليه شويه د الملحه، يعني القليل د الملحه غادي نضيفوها هنايا. مع ورق اللورا او ورق الغار او ورق سيدنا موسى نقولوا، وغادي نحركوها دغيا كيطلق هذاك لو جي نتاعو باش ما تلصقيناش العطريه من بعد الا درناها. يعني الريحه هنا تبارك الله ديك الساعات كانت عاطيه ما شاء الله، يعني رائعه جدا. انا غنضيفو الزيتون كي قلت لكم، هنا الزيتون راه من قبل انني دوزتو في شويه ديال الماء سخون باش يحيد الملوحيه اللي قاسحه فيه. هنا غادي نمرقوا القليل من الزعفران باش نحصلوا على اللون. بالنسبه للزعفران شعره هناك زعفران اخر كيشبه ليه كيتسمى العصفور، يعني نفس الشكل ديالو كيشبه يعني شعره بحال حتى هو كيعطي اللون احسن من هذاك الملون الاصطناعي اللي كيدار. غنضيفوا نصف الكميه اللي تبقات لنا من الثومه، نحاولوا انها ما تحرق ليناش. هنا غنضيفوا كاع العطور اللي بقاو لينا، غنضيفوا منهم شويه شويه شويه، ولا احتاجنا نقدروا نزيدوا حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها تكون مجهده، كاين اللي كيبغيها شويه. حاجه هنايا نقدروا نضيفوا حتى الهريسه، انا ما ذكرتهاش، حسب الانسان اللي بغاها، بحكم الناس اللي جايين ما كيبغيش هاد الهريسه، يعني الصديق ديالي غادي يجي وما كياكلش الهريسه، داكشي علاش انا تفاديت ندير الهريسه في هاد الوصفه هادي. غادي نحركوها مزيان حتى تقلى شويه، كتشوفوا يعني لون رائع باستعمال الزعفران شعره فقط. من بعد ما تقلى مزيان نحاول نحركوا القاع ديال المقلاة ديالنا او الكاسرولة. هنا نضيفوا نصف الكمية المتبقية من الربع أو القزبور المعدنوس، نضيفو الشعرية الصينية اللي وجدنا من قبل والقليل من الزيت باش ما تلصقش. كتشوفو هنايا ما استعملش أنا زيت المائدة، فقط اكتفيت بزيت الزيتون، لأن زيت الزيتون عنده سر قوي في الوجبات، خاصة الوصفات ديال الدجاج والطبخ المغربي، يعني كيكون رائع. هنا غادي نضيفوا الكبدة، والكبدة كما ما قلت سلقناها من قبل باش حيدت هذوك ديك الريحة اللي كتكون فيها، وحيدت كذلك حتى ذاك اللون اللي كيأثر على الصلصة، يعني غتشوفوا ما غاديش تجي كحلة أو فيها ذاك الرغوة اللي كتخسر اللون ديال الصوص. هنا تقريبا وجدات الحشوه، يعني ما كتطلبش تقريبا حتى 3 ديال الدقائق.
غنضيفوا هذه الشعريه الصينيه تقريبا شي 30 ثانيه ونحيدوها وغادي نخليوها تبرد على خطرها. اذا هنا كما كتشوفوا الدجاجه ترقدات تقريبا ليله كامله. دابا غادي نديرها طيب، ولكن قبل ما غادي نديرها طيب غادي ندير بطبيعه الحال الحشوه. هنا الحشوه بارده كي قلت، ما خصناش نعمروا الدجاجه بهذه الحشوه اللي كانت سخونه، خصنا نتسناها حتى تبرد ونعبئوا ديك الساعات هاد الحشوه في الدجاجه ان شاء الله. اذا هاد المرق او هاد الشرموله اللي بقات هنا ما غاش نضيعوها، غنحتفظوا بها لان بها باش غادي نطيبوا لاصوص اللي غادي نديروا للدجاج، او بالاحرى هي فاش غادي يطيب الدجاج. هنا بغيتوا تعمروا الدجاجه بتعمروها ملعقه ما كاين مشكل، بغيتوا ديروا يديكم ما كاين مشكل، ولكن انا كنحبد اننا نديروا اليد باش نحاولوا نعمروا الجوانب ديال الدجاجه بهذه الحشوه. اذا على بركه الله، اول حاجه نحاولوا نخلطوا الحشوه ديالنا مزيان كما كتشوفوا هنا، وغادي نبداو اول حاجه شويه نديروها، نحيدوا هاد الورقه هنا نحتفظوا بها اللي كنا درنا. بسم الله، يعني راه كتجي رائعه بمعنى الكلمه. غنزيد هنا بالملعقه كي قلت، من بعد غادي نستعمل اليد ديالي. نحاولوا ما امكنش ان الحشوه ما تخرجش لناش خارج الدجاجه. بسم الله، هنا ندير اليد ديالي، نحاول نتفعل الداخل شويه هكا الجوانب باش تجينا الدجاجه عامره بمعنى الكلمه. هنا هاد الحشوه اللي درت غتعمر لنا الدجاجه كلها تقريبا، ما غيشد فيها والو. كما كتشوفوا كتجي الدجاجه منفوخه. ولا درنا يعني نفس الطريقه اللي قلت لكم بالنسبه للجلده اللي كتكون في العنق، راه ما غاديش تخرج الحشوه من امام ديال الدجاجه. هكا يعني شيء رائع جدا. انا هذه الوصفه كتعجبني بمعنى الكلمه، لذلك حبيت انني نشاركها معكم. هذه تقدروا تقدموها في العراسات، تقدروا تقدموها في وليمة، تقدروا ديروا اي يعني مناسبه، وتقدروا تعمروها هذا الشكل هكا وتخليوها تبات حتى الغد ليه وتطيبوها. هي يعني تكون واجده باش تسهل عليكم العمليه. كما كتشوفوا يعني ما بقى عندنا هنا والو. هنا فين غتوقف العمليه؟ يا اما كي قلت اننا نخيطوها، يا اما اننا نستعملوا لي كوردون باش راني نخدموها. نحاول نجمعوها ونتعامل معها بلطف بحال هذا الشكل هذا، ونجيبوا لي كوردون نخدموا على خاطرنا بهذا الشكل هكا. نعاودوا وحده اخرى هنا ونعاودوا وحده اخرى هنايا على هذا الشكل هذا كتشوفوا. نحاولوا نجمعوا ثاني الجهه الاخرى نفس الشيء، غير نعقلوا شحال من كيردون درنا. الا درنا ثلاثة عفوا هنا تقطع نحيدو حسن، الا استعملنا ثلاثة ديال الكيردون نعقلوا باش نحيدو ثلاثة ديال الكيردون فاش طيب. استعملنا أربعة نفس الشيء نديرو نفس الشيء. هنا غنحاول نجمعها مع الصدر كتشوفو هنايا، من بعد نجيو لهاد الجانب هنا مع نفس الطريقة. يعني شيء سهل جدا ورائع. على هذا الشكل هذا
هني صبحت دجاجة عامرة، غادي نوريها لكم في صحن عادي باش تشوفوها. وهنا كما كتشوفوا بعد ما صوبنا الدجاجة غادي نحاولوا نجمعوا الرجلين. غنجيبوا خيط عادي بيض، عندنا خيط ديال الطبخ نديروه، ما عندناش نحاولوا نديروا خيط ابيض يعني ما يكونش فيه صباغه. اول حاجه نعقدوا واحد الرجل هنا، يعني شيء سهل جدا، ونجيبوها على الشكل، نحاول ندخلو هنا. على هذا الشكل هذا. اذا صبحت الدجاجه جاهزه باش اننا نطيبوها. اذا ندوزو للمرحله المواليه. اذا هنا اول حاجه غنديروا زيت الزيتون، بسم الله، نديروا القليل لان ديجا درنا في الحشوه يعني تقريبا ملعقه كبيره. وغنديروا البصل انه يتقلى شويه، هذيك بصله وحده اللي شلضناها مزيان. بغينا نديروها محكوكه نديروها، ما كاين حتى مشكل. بسم الله، اول ما يسخن الزيت شويه نضيفوا البصل مع ورق اللورا، ونضيفوا ليه حبه القرنفل. بالنسبه للعطور خليت كاع العطور اللي خدمت بهم، خليت منهم شويه شويه شويه، بما فيه شويه ديال السمن والزعفران شعره اللي خليت فيه درته في الماء، خليت منه التوا شويه، وبطبيعه الحال الثوم والمصير والربيع. هنا بدات البصله كتشحر، يعني راه وصفه جد سهله بمعنى الكلمه، فقط كي كنقول الملحه ردوا منها البال، لان الصوص غادي تختار والملحه غادي تكونسونطرا في المرق، يعني الانسان يرد البال بزاف من الملحه. كاين اللي كيقول لك الا تغسل الدجاج بالملحه ما نديرش الملحه نهائيا، لان هناك المصير والزيتون، وحتى هذه فكره صحيحه. بالنسبه لهذه الوصفه نقدروا نقدموها مع اي حاجه بغينا، يعني نقدروها مع خضر مسلوقه، نقدروها مع فقط مع المرق العادي، مع الفريت، مع اي حاجه بغيتو، يعني نتوما حرين تقدموها مع ما بغيتو. دائما كي كنقول فقط انسان وداك الشيء علاش قد انه يدير. غنضيفو هنا شويه ديال السمن، واللي ما عندوش مع السمن يقدر يتفاداه، ما كاين حتى مشكل. نضيف الثوم، والدجاج دائما كيجي رائع، والسر ديالو هي هذه القرفه. هذه القرفه راه كتعطي للدجاج واحد الطعم رائع بزاف، راه هي اللي كتكون كتعطي النسمه قويه في ديك المروزيه ديال الدجاج اللي كنشريو عند العطاره دائما. نضيفو مصير، هاك واحد شويه ما نخليوش البصل تحرق، وما نطيبوهاش في طنجرة الضغط. إلا درناها في طنجرة الضغط كونوا على يقين بأن الدجاجة كلها غادي تشتت، لأن الدجاج ما كيتطلبش منا طنجرة الضغط. فقط نكونوا على يقين أن هاد البصلة طاحت، وغادي نضيفو ليها داك ما تبقى من العطور اللي درنا. حركوها شوية، نزيدو ليها هاد الزفرة اللي بقى، الرائحة ديالو رائعة جدا. وغادي نمرقو قليل من الماء مع هاد الشرمولة اللي بقات لينا من الدجاج. كما كتشوفو هنا زدت الماء، غنضيفو بسم الله، نزيد شوية ديال الربيع، انه يطلق شويه فقط انه يدفى، وغادي نحط الدجاجه طيب، وغادي نغطي عليها
لكن على نار مهيله. ودائما كي كنبغي نطيبوا الدجاج ما كنقولها ديما، احسن طريقه اننا نطيبوا فيها الدجاج هي نحطوه على الجنب الايمن او الايسر، من بعد نقلبوه على الجنب تقريبا كيعطينا 15 دقيقه على اليسار، 15 على اليمين، و10 دقائق كنخلوها على الظهر ديالو، وكيكون الدجاج طايب وكنكون متيقن، خاصه الا بنا نطيبوه في الفران. الفران دائما كنقولها 15 دقيقه نفس الشيء، 15 دقيقه على اليسار على اليمين، يعني 30 دقيقه دازت، 10 دقائق على الظهر ديالو والدجاج طاب. وباش نعرفوا طاب دائما كنحاولوا نهزوه بواحد الفرشاط من البطن ديالو، كنشوفوا الا ما عطانا السائل فيه اللون احمر كنعرفوا بان الدجاج طاب، ولا فات عليك كونوا على يقين بان الدجاج غادي يجي ناشف. اذا بسم الله غنحطوا الدجاجه على اليمين ديالها، وغادي نزيدوا شويه المرقه، لكن ما تفوتش النصف، انا عندي هنا طنجره صغيره ما تفوتش النصف ديال الدجاجه، ومن بعد نقلبوها للجهه الثانيه، من بعد للجهه الثالثه. بطبيعه الحال من بعد ما غادي تطيب الدجاجه غادي يكون عندنا الفران سخون، يعني درجه 170 حتى 180، وغادي تكون الزبده ديالنا واجده. هاد الزبده هادي غنحاولوا نخدمها بالفرشاط مزيان حتى تولي يعني كريم، وندهنوا بها الدجاجه وغادي ندخلوها للفران كما ما غادي نشوفوا بعد قليل. هنا كتشوفوا يعني الدجاج كطيب. دائما نحاولوا اننا نحركوها شويه باش ما تلصقش. دابا غادي نقلبوها بعد مرور هاد 15 دقيقه نديروها على الجانب الثاني. اذا بعد مرور الوقت اللي قلت لكم الدجاجه اصبحت على الشكل. دابا غادي ندهنها بالزبده وغادي ندخلها للفران انها تحمر، ونديروا لها التقديم النهائي ديالها. هنا المرق شعلتيه دابا، وغادي نخليه هنا ويعقد، وغادي نشوف الملحه ديالو، وديك الساعات كي قلت نقدمه مع الدجاج. إذن بعد جميع المراحل اللي درنا باش درنا هذا الدجاج تقريبا اصبحنا على هذا الشكل. من بعد ما طاب الدجاج في المرق حيدناه ودهناه بالزبده كما ما شلنا، ودخلناه للفران يعني شعلنا ليه من الفوق حتى تحمر على جميع الجوانب، واصبح الشكل كالاتي. ولاصوص بالنسبه للدغميره ديالو يعني خليناه حتى عقدات مزيان، وتحققنا من الملح والمذاق ديالو، واصبح طبق جاهز بالصحه والراحه. وبالنسبه للخضار انا كي قلت لكم تقدروا تقدموا الخضار ديالكم كما ما حبيتوا، يعني ماشي مشكل. انا هنا شديت خضره سلقتها وصوتتها في شويه ديال زيت الزيتون مع قليل من الثوم، وهناك فيديو قبل ورت فيه الطريقه باش كنطيبوا الخضره. البطاطس هي اللي درتها تقريبا طابت في المرق شويه في المرق، من بعد حيتها دهنتها بشويه ديال الزبده ودخلتها للفران، يعني صبحت رائعه جدا وهشه كما كتشوفوا هنا، يعني رائعه جدا. كتكون يعني بحال الشكل ديال البون فوندون غير هي صغيره، يعني بالصحه والراحه. وديما كما كنقول لكم ما تنساوناش من جيم والاشتراك والبارطاج، ونتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ الشيف مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.